يجوز في امراض نفسيه، في امراض اسباب متعدده، يعني ما تقدر تحدد سبب معين. في ظاهره الفقر، في ظاهره يعني اسباب كثيره. او والله تكيف بواقعنا كم بلكي جبولي ايش اسباب كل هذا الزمن هذا العاطل، وهالشيء هذا هالمعيشه، وهالشيء هذا ما عنده دين، تعرف ما بده هالمعيشه هاي. والله اعتبره تخلف هذا اكيد. جخندني او جمالي عالزي او تشكيله، بس انه جبوش انتحار جبوش يزنزان بلكي جم خديده فاي وسواس فاي. والله بلكي عقلي وان نمز بوت بي، بلكي اسباب شخصيه بي، بلكي اسباب شخصيه بي، بلكي تشتن يعني دبالة وان ذهبي او مرض نفسي بين تشتي مشتي ولو. اكثر شيء تعرضوا الطلاب اللي تقدموا الشهادات، وهي حاله نوع من يسموه نوع حاله نفسيه اتصور، يعني ما انه عندما الطالب او الشاب يشعر بالفشل بحاله من الفشل قد يلجا الى هذه الحاله. اما طبعا هي ان شاء الله الانسان المؤمن بالله والمؤمن بالقضاء والقدر لا يتعرض لها ابدا يعني.